يعني منى، بالحقيقة عمليات النزوح هنا وسط قطاع غزة هي منقسمة لقسمين. القسم الأول وهي عملية نزوح من جنوب قطاع غزة محور منطقة رفح باتجاه منطقة خان يونس باتجاه منطقة دير البلح بسبب عمليات القصف والتوغل والتقدم الإسرائيلي في منطقة جنوب القطاع. أما القسم الثاني من عمليات النزوح والحالة الثانية وهي عمليات نزوح داخلية للناس هنا وسط قطاع غزة من البريج باتجاه النصيرات، من النصيرات باتجاه الزوايدة، ومن الزوايدة باتجاه دير البلح وهكذا. عمليات القصف المدفعي طالت الخيام، أي أصبح لا يوجد أي مكان آمن للمواطن كي يقوم بالنوم، كي يقوم بالاستراحة، كي يقوم بالافتراش الأرض لذويه ولأطفاله، وبالتالي الاحتلال يقصف كل مكان هنا وسط قطاع غزة. بالأمس قصف الاحتلال تجمع سكني محادي وقريب جدا من عدد من الخيام، وهو يعلم جيدا أن هذا المخيم يأوي عدد كبير جدا من النازحين جلهم من مناطق خارج مخيم البريج، وبالتالي قصف الاحتلال الإسرائيلي هذا المنزل ودمر منزل آخر مجاور له، إضافة إلى أنه أصاب وقتل أيضا من المارة. ارتفع العدد لتسعة شهداء، وقبل قليل أبلغت بارتفاع العدد لعشرة بعد الإعلان عن استشهاد طفلة جديدة، ليرتفع عدد الشهداء الأطفال في هذه المجزرة وهي مجزرة صبيحة أيام أول أيام عيد الأضحى المبارك لعشرة شهداء بعد قصف الاحتلال منزلين، منزل يعود لعائلة الخطيب وآخر لعائلة النجار في مخيم البريج، إضافة لعدد من المصابين جلهم من الأطفال والمرة الذين كانوا يلهون، كانوا يمشون، كانوا يسيرون على الطريق الطريق الرئيسي في ذات المخيم. عدد من الإصابات أيضا وصلت لمركز العودة الطبي بفعل عمليات القصف المدفعي صباح هذا اليوم على مناطق قريبة جدا من منطقة جسر منطقة الزهراء ومناطق المغراقة وأيضا محيط شركة توليد الكهرباء التي تشهد منذ أيام عمليات قصف إسرائيلي مركز من الدبابات الإسرائيلية، من الطائرات الحربية، من الزوارق كذلك، وأيضا الطيران المروحي الذي يطلق النار بشكل مكثف باتجاه المواطنين باتجاه الأراضي الزراعية. بالأمس كان هناك إطلاق نار بشكل مكثف جدا، قصف مجاور لشركة الكهرباء، استهداف موقع عرين التابع للفصائل الفلسطينية، استهداف أرض زراعية مجاورة بركس للباطون، استهداف منزل فارغ أيضا في ذات المنطقة المحادية لمنطقة وادي غزة تحديدا المنطقة القريبة مما يعرف بموقع صلاح الدين، وهو موقع أيضا قريب جدا من مفترق الشهداء نت سليم على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. عمليات القصف الإسرائيلي هي مستمرة حتى صبيحة هذا اليوم وهو الثاني من عيد الأضحى المبارك في مناطق شرقية للبريج شرق دير البلح. قبل أقل من ساعة كان هناك عمليات قصف إسرائيلي متواصل شرق مدينة دير البلح محيط كوسوفيم، تحليق الطائرات لا يزال مستمر حتى هذه الساعة، الأجواء ملبدة بكافة أنواع الطائرات سواء الطائرات المروحية في عرض البحر، الطائرات الحربية التي تدخل سماء الوسط وتقوم بشن غارات على مناطق متفرقة سواء في شمال مدينة غزة، في مدينة غزة، في مناطق جنوب القطاع كما حدث هذا اليوم ارتقاء عدد من الشهداء، أيضا في الوسط عملية إطلاق النار من الطيران المروحي لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. الجانب الإنساني سيء جدا بالحقيقة في ظل اشتداد الحرب الإسرائيلية، في ظل نقص الإمدادات، نقص المعونات، إغلاق المعابر، هذا أثر على حياة الناس، أثر على المنظومة الطبية من خلفي. هذه هي مستشفى شهداء الأقصى، مستشفى وحيد تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، يقدم اليوم الخدمة لأكثر من 900 ألف شخص يتواجد داخل وسط قطاع غزة في مخيمات الوسط ومدينة دير البلح، إضافة إلى أنه شهد بالأمس عمليات وصول لطائرات دولية لربما إماراتية ومصرية قامت بإنزال عدد من المساعدات على مدينة غزة وعلى مناطق في مواسي خان يونس، مناطق في مواسي القرارة، وأيضا جنوب مدينة دير البلح تحديدا في منطقة الحكر ومنطقة تسمى بمنطقة حطين وهي منطقة غربية لمدينة دير البلح. كل الشكر لك من دير البلح زميل محمود اللوح مراسل الغد، شكرا جزيلا.